مختصر الأخبار. السلام عليكم، أهلا بكم في مختصر الأخبار. عرفت الحالة الوبائية لفيروس كورونا ببلادنا إلى حدود 6 من مساء اليوم السبت تسجيل 244 حالة جديدة، ليصل مجموع الإصابات المؤكدة إلى 11877، فيما أضيفت 67 حالة شفاء جديدة، ليصل مجموع المتعافين إلى 8723. عقد عبد القادر عمارة وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء مساء أمس الجمعة اجتماعاً مع المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية والمدير العام للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب حول تقدم الأشغال بورش بناء قنطرة جديدة للسكة الحديدية فوق الطريق السيار الدار البيضاء برشيد. وأكد الوزير في تدوينة له بصفحته بالفيسبوك أن القنطرة المشار إليها تدخل ضمن مشروع تم بتقنية عالية ومن طرف مقاولة مغربية وخبراء مغاربة، مضيفا أنها تعرف توسيعا إلى 3 ممرات في كل جانب. أطلق منتدى الزهراء للمرأة المغربية عريضة إلكترونية بعنوان تقنين العمل عن بعد مدخل لإنصاف المرأة وتحقيق التوازن بين الحياة المهنية والحياة الخاصة. ودعا المنتدى خلال ندوة صحفية أمس الجمعة إلى تقنين العمل عن بعد بصفة دائمة باعتباره شكلاً من أشكال تنظيم العمل، مؤكداً على ضرورة استثمار التحولات الرقمية المهمة التي يعرفها العالم اليوم والتجارب الدولية الرائدة في العمل عن بعد والتجربة العملية التي خاضتها الإدارة العمومية وعدد من المؤسسات العمومية والشركات خلال فترة جائحة كورونا. أفاد بنك المغرب ضمن مذكرته الأسبوعية حول المؤشرات المالية أن سعر صرف الدرهم تراجع بنسبة 0.14% مقابل الأورو، وارتفع بنسبة 0.40% مقابل الدولار خلال الفترة الممتدة ما بين 18 و24 من يونيو الجاري. تم زوال اليوم السبت تنظيم رحلة جوية خاصة من مطار إشبيلية في إطار برنامج إعادة المواطنين المغاربة الذين كانوا عالقين في إسبانيا في سياق إجراءات الحجر الصحي المرتبطة بتفشي جائحة كورونا. وشملت العملية 160 مواطناً مغربياً من بينهم عدد مهم من العاملات الموسميات المغربيات، خاصة اللائي تعانين من مشاكل صحية مزمنة وبعض الحوامل. نهاية مختصر الأخبار، إلى اللقاء. مختصر الأخبار.